بسم الله، هنبدأ كده النهاردة إن شاء الله بإذن الله نتكلم على الجزء بتاع الستاتستكس. إحنا عندنا ليسون 1 بيتكلم على حاجة اسمها سامبلز. كلمة سامبل معناها عينة. طيب يعني إيه كلمة عينة؟ كلمة عينة دي زي لما بتروح مثلا كده تعمل تحليل دم مثلا، هل هو محتاج كمية كبيرة من الدم عشان يشوف ايه المشكلة اللي عندك، ولا بياخد عينة سامبل بس من الدم بتاعك وبيبدأ يعمل التحليل عليه. ده المقصود بكلمة سامبل، او ابسط مثال يعني نقدر نستخدمه في كلمة سامبل. طيب تعالى نقرأ يعني ايه السامبل. الديفينيشن بتاعه: A sample is a small part، جزء صغير، from a large society، من مجتمع كبير او من حاجة كبيرة، that looks like this society، يعني بتشبه المجتمع ده. يعني ما ينفعش مثلا انا اروح اعمل تحليل دم واخد دم من حد تاني هو اللي يتحلل، لازم يبقى الدم ده بتاعنا. زي هنا لما بنقول كده that look likes this society and represented well and it's selected randomly. طيب دي معناها ايه بقى؟ لو افترضنا دلوقتي ان انا عندي مدرسه، المدرسه دي فيها طلاب، الطلاب دول بقى صبيان وبنات، منهم الشاطر ومنهم الضعيف ومنهم المتوسط وهكذا. لو انا عايز اخد سامبل عشان اعرف مستوى المدرسه دي، عايز اخد عينه من الطلاب اعمل لهم تيست، هل ينفع اروح مثلا اختار من الصبيان بس واسيب البنات؟ لا، لان انا لازم ابقى متاكد ان السامبل دي ريبريزنت ات ويل، بتعبر عنها كويس، فلازم اختار من الصبيان واختار كمان من البنات، اختار من الضعيف واختار من المتوسط واختار من الشطار عشان السامبل تبقى مظبوطه. طيب خلينا نبقى متفقين بقى ان كل لما السامبل كبرت كل ما بقت اكتر دقه. يعني انا لو افترضنا كده ان انا خدت طلاب المدرسه دول واخترت منهم طالب واحد بس، افرض الطالب ده كان بيغيب طول الترم، هيديني وجهه نظر غلط عن المدرسه. افرض الطالب ده كان اشطر واحد في المدرسه، هيديني برضه وجهه نظر غلط، ما ممكن يبقى هو اشطر واحد في المدرسه وبقيه الطلاب مش بنفس مستوى. عشان كده لازم نختار عدد كويس من السامبل عشان تعبر عن السوسايتي بطريقه كويسه. طيب كلمه بقى سيلكتد راندوملي، كلمه راندوملي دي كلمه من الكلمات اللي هنقابلها كتير جدا عندنا طول ما احنا بندرس statistics. كلمه راندوملي معناها عشوائيا، يعني بنختاره كده وخلاص، مش بنبقى قاصدين ان احنا نختار حد معين بعينه. يعني ما اروحش للطالب انا بحبه واختاره عشان عارف ان هو هيجاوب الاسئله بتاعتي صح. طيب تعال نشوف بقى التايبس اوف سامبلز، انواع العينات. سامبلز ار كلاسيفايد، بنقسمهم اكوردنج تو ذا واي يوزد ان سيلكتنج ات، على حسب طريقه اختيارهم. Selecting its items and in this lesson we introduce two types of samples. عندنا السنه دي نوعين، النوع الاكثر شهره اللي هو الراندوم سامبل، عينه عشوائيه، والسيستماتيك سامبل اللي هي جايه من كلمه سيستم. سيستم يعني نظام، يعني العينه هنا منظمه، انا مختارها بطريقه منظمه. طيب ايه هي السيستماتيك سامبل؟ سيستماتيك سامبل is a sample whose elements are selected from the elements of the society. كل ده كلام تمام عادي. distributed randomly، موزعة عشوائيا، by a following، ايه بقى؟ a certain system or method. يعني انا هختار طريقة معينة لاختيار الناس، مثلا هوزع ارقام 1 2 3 4 5 6 على الطلاب، بس مش هختار عشوائي. امال هعمل ايه؟ هروح كاتب لهم مثلا كده equation، هروح كاتب x plus 4 مثلا، يعني greater than 5، ماشي، او بلاش greater than 5، خليها greater than 15. هبدا دلوقتي، اي ولد يعدي عليا احط الاكس بتاعته هنا. 1 plus 4 هل اكبر من 15؟ لا، يبقى ده مش هختاره. 2 plus 4 6 greater than 15؟ لا، مش هختاره. 3 plus وهكذا، هفضل ماشي بنفس الطريق. فهتلاقي نفسك بقى بتختار ارقام وترفض ارقام، يبقى دول الناس اللي انت تجرب حظهم بس، او دول السامبل بتاعك. كده انت اخترت باستخدام ايه؟ سيستم او ميثود. الطريقه الثانيه بقى اللي هي الاكثر شهره اللي هي الراندوم سامبل. راندوم سامبل از ا سامبل هوز اليمنتس ار سيلكتد فروم ذا اليمنتس اوف ا سوسايتي ديستريبيوتد راندوملي باي ا فولوينج ا راندوم اور او ان ايريجولار، غير منتظم. احنا خدنا الريجولار بوليجن اللي هو البوليجن المنتظم اللي كل السايدز بتاعته قد بعض وكل الانجلز بتاعته قد بعض. هنا بقى بيقول لك ايريجولار ميثود اوف سيلكتنج،
زي ايه بقى؟ زي ان انا اوزع ارقام 1 2 3 4 5 على الطلاب واقول بصوا رقم 5 يقوم، انا مش عارف مين رقم 5 ده، طب انت اخترته ليه؟ ما اعرفش انا اخترته وخلاص. طيب في طريقه بقى، الطريقه دي موجوده في الاله، تطلع لك ارقام، تطلع ارقام بطريقه ريجولر او طريقه راندوملي. ايه هي؟ ادي الكالكوليتر بتاعتنا. لو انت عايز تجيب ارقام راندوملي وخلاص، يعني انت وزعت على الطلاب ارقام من واحد لحد اي عدد بقى انت عايزه، هنفترض مثلا المدرسه دي فيها 2000 واحد خلاص، او 1000 طالب. ال 1000 طالب دول انا وزعت عليهم ارقام كاردز كده 1 2 3 4 5 6، انا عايز اختار حد منهم راندوملي، انا ما اعرفش عايز اختار مين، عايزه يطلع معايا كده بالصدفه الريجولر بطريقه غير منتظمه، فهتروح دايس شيفت، وبعد ما تدوس شيفت هتلاقي كلمه ران هنا، الابريفيشن بتاع كلمه راندوملي اللي هو ار اي ان جنبها شباك، هتدوس عليها هتلاقي طلعت لك هنا كلمه ران، دوس ايكوال هتطلع لك رقم، الرقم ده هو اللي انت بتختاره. طب هو الرقم ده يا مستر بيعبر عن ايه؟ ما بيعبرش عن اي حاجه، هو بيقول لك اختار الرقم 239، ده رقم جه في دماغ الاله ماشي. طب انا لو جربت رقم تاني هتجيب لي الرقم اللي بعده على طول او اللي قبله على طول؟ لا يا سيدي، شيفت راندوملي ايكوال 873، شيفت راندوملي ايكوال 1 تمام. وخلي بالك بقى انك لو دوست اس دي طلع لك ارقام ثانيه، يعني شكل ثاني مختلف للرقم، فانت دلوقتي بقيت فاهم ان كل ما تدوس شيفت ران هتطلع لي رقم، كل ما تدوس شيفت ران هتطلع رقم، بطريقه عشوائيه جدا ملهاش اي حاجه معينه يعني او شكل ثابت. طيب هنا بقى هو بيقول لي يعني ان ذيس سامبل، في العينه دي each individual كل حد فردي او لوحده must get the same chance of selecting، كلهم بياخدوا نفس الفرصه ان هم يظهروا، زي ما انت شايف كده مفيش حد معين انا بركز عليه، الاله هي اللي بتختار لي الارقام، عشان كده بنسميها الراندوم سامبل. طيب ده معنى كلمه الايه؟ السامبلز. طب تعال نشوف ايه اللي هيحصل في السؤال ده. A factory has 300 workers. The people in charge of the monthly magazine of this factory wants to develop this magazine by doing a survey. Survey برضو من الكلمات المهمة اللي بتتكرر كتير في الاستاتيستكس. Survey معناها استطلاع رأي، يعني الناس المسؤولين عن المجلة الشهرية بتاعة المصنع ده عايزين يطوروا المجلة بأن هم يعملوا survey. A sample of a sample representing 10%. طبعا أنا عارف أن 10% معناها 10/100 وليها شكل تاني للكتابة اللي هو 0.1، ومقصود بيها ان انا اختار 10 من كل 100 في المصنع، يعني of the total number of the workers in this factory. Show how the selection of this sample can be carried out using the calculator. انا هعمل ايه؟ اول حاجة خالص انا محتاج اجيب 10%، اعرف انا هختار كام واحد للسيرفي، عايز اجيب 10% of the 300 workers، يبقى هقول 10/100 كلمة of، احنا عارفين طبعا ان هي معناها بالنسبة لنا by او times ال 300، هدوس equal، ممكن اعمل simplify بقى اطير الزيروهين مع الزيروهين، اتبقى 10/3 ب 30 ايه بقى؟ 30 workers، مين دول اللي انا هختارهم من المصنع عشان ابدا اسالهم؟ طيب انت هتختار مين، انهي عمال؟ تعال نوزع بقى على العمال ارقام من 1 لحد 300 وابدا اشوف مين اللي انا هختاره. فهبدا اعمل ايه؟ يو ويل تشوز ذا وركر نمبر كام بقى؟ تعالى نبدا، هتجيب الاله وتبدا تكتب شيفت راندوملي ودوس ايكوال، هتختار العامل رقم 130، ده أول عامل هتعمل عليه الاختبار أو تبدأ تسأله الأسئلة. اللي بعده هتدوس شيفت راندوملي ايكوال، هتختار العامل 37، تروح كاتب 37، هتبدأ تكرر الموضوع ده كام مرة؟ 30 مرة، 29، أي حاجة أنت بتطلع أرقام وخلاص أهو ايكوال 900، ما عنديش عامل رقمه 900، المصنع بتاعي أصلا 300 خلاص سيبه وجرب واحد كمان. 700 ما ينفعش. 19 تمام معاك.
فهمتني؟ هي دي الطريقة ان انا اجيب بها randomly 1. طبعا خلي بالك ان النمبر ده اصلا 1 من 1 من 10، فانت انت مالكش دعوه غير بالنيوميريتور هنا، عينك بس انك تاخد الارقام اللي فوق عشان ما تشغلش بالك. 300 لا ما ينفعش. 59 طب لو الرقم اتكرر خلاص خد سيبه، مش هينفع تاخد العامل مرتين، وهكذا هتفضل مكمل بنفس الطريقه كده لحد لما توصل لكام عامل. 30 عامل، دول ال 30 اللي انت اخترتهم عشوائيا راندوملي بطريقه مش متظبطه خالص او انت مالكش ايد فيها. ده كان ليسون 1. نيجي لليسون 2. ليسون 2 بيتكلم على probability. كلمة probability مش جديدة، بناخدها من سنة 5 ابتدائي تقريبا. عندنا نوعين من أنواع probabilities. كلمة probability يعني احتمال. إيه النوعين اللي عندي للprobability؟ عندنا حاجة اسمها experimental probability، وجاية من كلمة experiment. experiment يعني تجربة، ماشي. وtheoretical probability جاية من كلمة theory. theory يعني نظرية، نظري. ايه ده بقى؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان الاكسبيرمنتال انا هعمل تجربه، وانا بعمل التجربه بشوف ايه النواتج اللي بتطلع. لكن الثيوريتيكالي انا بفترض نظريا كده، يعني انا مش هعمل الحاجه دي بس بقول تقريبا لو عملتها هيحصل كذا. تعال نشوف الاكسبيرمنتال بروبابيلتي. النمبر اوف ترايلز ان ويتش ذا اوتكم اوكورز. كلمه اوكور يعني يحدث، وكلمة outcome معناها الحاجة اللي بتظهر الظاهر. trials يعني المحاولات أو النواتج. over the total number of trials. مش فاهم يا مستر بصراحة يعني إيه الكلام ده. بيقولك لو أنت عايز تحسب experimental probability تعال نشوف. if we tossed a piece of coin with double face 200 times and the result of appearance of a head or tail in each toss والريكوردد ان تيبل از شون. ايه اللي هيحصل؟ بص يا سيدي، حضرتك في جدول، انت عندك البيس اوف كوين دي اللي هو الجنيه بتاعنا. احنا عندنا للجنيه وشين، وش وظهر. الوش ده اسمه هيد والظهر اسمه تيل، ماشي. ايه اللي هيحصل؟ انت هترميها 200 تايمز، وكل ما ترميها مره بتسجل طلعت لك ايه، هيد ولا تيل، هيد ولا تيل، هيد ولا تيل. فهنرمي مره طلعت هيد، مره كمان طلعت هيد، مره كمان طلعت هيد، مره كمان طلعت تيل، مره كمان طلعت تيل، وهكذا هتفضل ماشي كده. طبعا فاكرين الطريقه دي، احنا اتفقنا ان دي قبل كده اسمها ستاك، بتعبر عن 5 choices، خمس اختيارات يعني. لو عايز تعمل 6 بتحط واحد تاني بعيد عنها. المهم بقى انك هتفضل ماشي كده بالطريقه دي لحد ما تخلص الايه، ال 200 مره اللي انت بتعمل. خلي بالك انت كل ده بتعمل ايه؟ اكسبيرمنت، بتعمل تجربه، انت بتعملها بايدك. طيب وبعدين هنفترض بقى انك بعد ما قعدت تخلص كل ده طلعت الهيد مثلا 200 مره 130، ده معناه ان التيل هتطلع الباقي بتاع ال 200 مره اللي هم 200، شيل منهم 130 هيبقى 87. تمام كده؟ دول كده ال 200 تايمز. هو بيقول لي ايه بقى؟ تعالى نسال نفسنا ايه البروبابيلتي اوف جيتنج اهيد؟ ايه البروبابيلتي؟ اوف جيتنج اهيد. اقرا بقى كده. ال number of trials in which the outcome occurs هو الهيد. عدد المحاولات اللي ظهرت معايا اللي حدثت اللي هو الهيد كانت كام؟ 130، ماشي. اوفر ايه؟ التوتال نمبر اوف ترايلز، انت حاولت كام مره؟ 200 مره. طب في هنا ده كده الاجابه بتاعتي، بس لو ليها سمبليفاي يعني انا هكتبها على الاله اهي 113 اوفر ال 200 وهدوس ايكوال، هتطلع زي ما هي خلاص ما لهاش سمبليفاي. لو دوست اس دي هتطلع 0.565، بس هي القصه كده خلصت. طب لو دلوقتي عايز بقى اجيب the probability of getting a tail. a tail التيل ظهرت كم مره؟ 87. من كم مره؟ من 200. اكتبها على الاله 87
over ال 200 equal زي ما هي ملهاش simplify بس خلصت المسألة. ده معناه ايه بقى؟ ان كل مرة هتعمل التجربة الاكسبرمنتال هتلاقي ان الناتج مختلف. يعني المرة اللي بعدها ما تيجي ترمي ال 200 مرة دول للكوين هتلاقي نواتج مختلفة، مش شرط يطلع لك الهيد 113 والتيل كام 87. لكن لو انت بقى بتتكلم ثيوريتيكالي نظريا هتلاقي ان نص الاشكال هتطلع لك هيد والنص الثاني تيل، لان انا عندي احتمال ان هي تبقى هيد قد احتمال ان هي تبقى تيل. فهتلاقي ان الاجابة هنا 100 وهنا 100 فبتقسمها على ده وده، ده بياخد نفس احتمالية ان ده يظهر زيه. ده الفرق ما بين ايه؟ الاكسبرمنتال والثيوريتيكال. طيب تعالى بقى نبدا نشوف شويه معلومات مهمه جدا. اول حاجه ديفينيشن اوف راندوم اكسبيرمنت. ايه الراندوم اكسبيرمنت دي؟ طبعا الراندوم اكسبيرمنت از ان اكسبيرمنت ان ويتش وي كان سبيسيفاي اول اتس بوسيبل اوت كمز. سبيسيفاي يعني نحدد اول اتس بوسيبل اوت كمز بيفور كارينج ات اوت، قبل اجراءها. But we cannot determine certainly بالتأكيد which of them will occur يحدث. مش فاهم، تعالى نقرأ تاني. هو بيقول لك التجربة العشوائية هي أي تجربة نقدر نحدد كل النواتج اللي ممكن تطلع. يعني أنت لما تيجي ترمي الكوين هل أنت عارف كل النواتج اللي ممكن تطلع؟ أو يا مستر يا هدي يا تيل. كلام جميل، كمل بقى بقية الديفينيشن. قبل ما تعملها قبل ما أعملها. But we cannot determine certainly which of them will occur. يعني ما نقدرش نحدد بالتأكيد إيه اللي هيحصل بالظبط. وإنت بترمي الكوين هل إنت عارف إيه اللي هيطلع؟ لا. يبقى دي اسمها إيه؟ random experiment. لما إنت وزعت على الطلاب الكوينز أو آسف الكاردز في الدرس اللي فات وإنت بتختار السيمبل من 1 لحد 1000 مثلا، وإنت بتختار طالب هل إنت عارف كل النواتج اللي ممكن تطلع؟ يا مستر هو هيطلع طالب من جوه المدرسه دي، بس هل انت متاكد مين اللي هيطلع بالظبط؟ لا. يبقى دي اسمها راندوم اكسبيرمنت. تمام. الحاجه الثانيه السامبل سبيس، برضو دي مهمه جدا، ليها دينوشن هنحط لها دينوت اللي هي ليه حرف الاس فور سامبل سبيس. ايه هي السامبل سبيس؟ از سيت مجموعه اول بوسيبل اوت كمز كل النواتج الممكنه اوف راندوم اكسبيرمنت اند اتس دينوتد باي اس. يعني ايه بقى؟ يعني لما نيجي نقول دلوقتي when we toss a piece of coin once، لما نرمي كوين مره واحده، the sample space is، ايه هو السامبل سبيس بتاعي؟ والله انا شايف ان انا عارف كل النواتج اللي ممكن تطلع اللي هي ايه مستر؟ وقال لي set، يبقى ده البراكت بتاع السيت. ابدا احط كل النواتج الممكنه لما ارمي الكوين، ايه اللي ممكن يطلع؟ ممكن يطلع هيد وممكن يطلع تيل. في حاجه تانية؟ شكرا خلصت. طب بص للسؤال اللي بعده، when we roll a fair die once، اللي هو الحجر بتاع النرد اللي هو الزهره بتاعت السلم والتعبان. a fair die once observing the apparent number on the upper face. كلمه upper face معناها الوجه العلوي. يعني لما بتيجي ترمي الداي اللي بيطلع لك على الوش هو ده الرقم اللي انت بتركز معاه، ما بتبصش على الارقام اللي في الجنب ولا تحت. then the sample space is، ادي السامبل، ايه الارقام اللي ممكن تطلع لما ترمي الفير داي؟ عندي من 1 لحد 6، 1 2 3 4 5 6. بس يبقى ده كده اللي اسمه السامبل سبيس، كل النواتج اللي ممكن تطلع. نيجي للايفنت. الايفنت معناها حدث، حاجه حصلت. طيب لما انا ارمي الكوين ايه اللي ممكن يطلع؟ يا هدي يا تيل. طب انا رميته فعلا وطلع لي تيل، التيل ده اسمه ايفنت، حاجه حصلت، وده لازم يبقى جزء من السامبل سبيس. ما هو مش هيطلع لي حاجه بره السامبل سبيس. لما اجي ارمي الداي ممكن يطلع لي 2 يطلع 3 يطلع 4 يطلع اي حاجه منهم، عمره مثلا ما هيطلع 7 ولا يطلع 0 ولا الاقي عليها رسمه مش موجوده اصلا او كلمه. لا، لازم يطلع لي من 1 ل 6. يبقى الايفنت ايه هو؟ از سبست، سبست علامه سبست القديمه اللي احنا متعودين عليها اوف ذا سامبل سبيس. ماشي. نيجي بقى للبروبابيلتي. احنا دلوقتي بنتكلم ثيوريتيكالي نظريا اهو، ماشي. ايه اللي هيحصل؟ قال لي the probability of any event occurrence الايه، الايه ده هو رمز الايفنت نفسه، subset من الاس اللي هو السامبل سبيس، احنا قلنا ان هي subset من السامبل سبيس، is denoted by ba probability للايه.
and it's given by using the relation. إيه العلاقة؟ The number of elements of the event A. اختصار الكلمة دي number of elements هو حرف ال N. N A over the number of elements of the sample space. ال N S. مش فاهم. طيب نشوف example وبناء عليه نبدأ نحدد إيه القصة. طبعا الموضوع إن شاء الله سهل خالص. تعالى نبدأ كده. If a fair die is rolled once and we observe the apparent number on the upper face, find the probability of each of the following events. أول حاجة لازم أنا من نفسي كده أجيب الـ sample space. إيه هي الـ sample space بتاعة الـ die؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ماشي. تعالى نجيب number 1. A is an event of appearance of the number more than 4. طيب more than 4 يعني ايه more than 4؟ اكتر من الفور. ايه الارقام اللي ممكن تطلع لك هنا اكتر من الفور؟ لما جرمي الداي والله ممكن يطلع لي 5 ممكن يطلع 6. يبقى دلوقتي دول كم حل؟ حلين. خلي بالك ان انا مش عايزهم هم، انا بعدهم، لان احنا هنا في القاعده بنقول ايه the number of elements، عدد الاليمنتس. يبقى انا دلوقتي عارف ان اللي هيطلع يا 5 يا 6، انا بعدهم بقوا 2 over the number of elements of the sample space كلها، يعني عدد الاليمنتس اللي كانت جوه السامبل سبيس هو ال ان اس بكام؟ ب 6. هنا في 6 حلول. طيب يبقى دلوقتي اول حاجه هكتبها له probability ال a equal ادي الفراكشن over 6. ايه ده يا مستر؟ يعني انت عايز تقول لي بقى ان probability ال b كمان هتبقى over 6 وبروبابيلتي c هتبقى over 6 طول ما انا ماشي جوه نفس المساله دي البروبابيلتي هتاخد نفس الرقم؟ اه ال d over 6 البروبابيلتي لل e over 6 ده رقم ثابت، عدد الاليمنتس اللي موجوده ده رقم ثابت 6. انت عندك 6 حلول. طيب انا هنا بسالك بقى هو الايفنت اللي انت عايز تسالني عليه ده اتكرر كم مره هنا؟ انت بتقول لي ارقام اكبر من الفور، الفايف والسكس يبقوا رقمين. طيب ال b is the event of appearance of an even number، الارقام ال even 2 4 و 6 3. ال c is the event of the appearance of the number equal 5، رقم بيساوي 5. هل في 5 هنا؟ اه. ظهر كم مره؟ مره واحده، عشان في ناس بتجري تحط 5. لا انا بسال على عدد المرات. ال 5 اتكررت هنا كم مره؟ مره واحده. السؤال اللي بعده دي is the event of appearance of a number equal to 7، رقم بيساوي 7. هل في 7؟ لا 0، ما ظهرش ولا مرة. appearance of a number less than 7، رقم أقل من 7، كل الأرقام دي أقل من 7 يبقى 6. نيجي بقى للإجابة. الإجابة هنا طبعا السامبلست فورمال دي هتطلع 1/3، دي هتطلع half. هكتب على الآلة بقى، دي هتفضل 1/6، دي 0، دي 1 whole. هو بقى بدأ يقول لي هنا اعمل لي approximate. طيب هنا بيقول لي approximating the result to the nearest hundreds. ادي ال 1/3، ادي ال 1/3. طبعا من الترم الاولاني احنا عارفين ان ده recurring decimal اللي هو بيتحط عليه الشرطه. طبعا هنا الاله مش كاتبه لي الثريهات الكتيره اللي احنا قلنا عليها، فاحنا عارفين ان ده اسمه 0.3 هات. مالي الاله ثريهات؟ طب لما اجي اعمل لها ابروكسيميت يعني هي 0 بوينت، كل الآلة بتبقى مكتوب عليها 3 هات. انت عايز ايه بقى؟ عايز اعمل round او approximate to the nearest hundreds. فين ال hundreds هنا؟ تاني digit. ابص للي جنبه ده، من الارقام السترونج ولا الويك؟ الريتش ولا البور؟ ده رقم ضعيف. الارقام اللي بتزود هي ال 5 6 7 8 9، دول الارقام اللي بتزود، تعمل لك plus 1 تزود الرقم اللي انت بتتكلم عليه. لكن الارقام التانية اللي هي 0 1 2 3 4، دي الارقام اللي ما بتزودش، ما بتعملش اي حاجه، يعني خلاص كل ده اتكنسل كده، فبقت 0.33. السؤال اللي تحته قال لي ما قاليش ابروكسيميت. اللي بعده to the nearest tenth اللي هو c. لو كتبت 1/6، بص كده لما تكتب 1/6 اهي على الاله وتدوس ايكوال هتلاقيها 0.1 وال6 بتتكرر. 0.1 وال6 عماله بتتكرر. طيب هو قال لي to the nearest tenth، ال tenth اللي هو اول مكان. ابص بقى لل6، ال6 دي من الارقام السترونج، هتزود ده واحد هيبقى 0.2.
طبعا دي علامه الابروكسيميت. طيب ده كده الفكره العامه بتاعه السؤال عشان نبقى متفقين وفاهمين القصه مشيت ازاي معانا. تعال نشوف الكويستشن كمان. السؤال اللي بعده بيقول لي from the set of digits 3 4 5 form a two digit number. كون لي two digit number. يعني ايه two digit number؟ يعني مثلا زي ال 17 كده. ال 17 ده بيكون من كام digit؟ من two digits. ده كان اسمه ال unit digit او ال ones digit، وده اسمه ال tens digit. فانا محتاج ones و tens. ماشي. Then find the probability. تعالى بس الاول نشوف اللعبه بتاعتنا هتمشي ازاي. يا مستر في اختيارات كتير، فايه الحل؟ قال لك الحل بسيط، في حاجه اسمها التري، الشجره. الشجره دي بتساعدني ان انا احل المسائل اللي شبه دي بطريقه اسهل. لما يبقى في probability كتير، مش حاجه سهله زي الداي كده، ممكن اعمل التري. ايه هي؟ ان انا اختار التنس ديجيت واليونت ديجيت واعمل بيهم التري. ايه الارقام اللي عندي؟ 3 و 4 و 5. ادي 3 و 4 و 5. ركز بقى معايا كويس قوي. ال 10th digit ممكن تبقى 3، ممكن تبقى 4، ممكن تبقى 5، صح؟ طب لو كانت ال 10th digit ب 3، ده معناه ان اليونت ديجيت ممكن تبقى بكام؟ فكر كده، هتلاقي ان اليونت ديجيت ممكن تبقى يا 3 زي ال 3، يا 4، يا 5. طب هو النمبر كده اسمه ايه؟ 33 34 35. طب ما ده معناه بقى ان اللي انا عملته ده دلوقتي هكرره كمان مع الفور، وهكرره تاني مع الفايف. خدت بالك كده من القصة مشيت ازاي معايا؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان النمبرز اللي عندي 33 اهو، دي النمبرز، ده السامبل سبيس بتاعي 33 34 35 43 44 55 53 54 55. كده النمبر اوف اليمنتس للسامبل سبيس كام رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى في 9 اليمنتس. فاي بروبابيليتي هتسالني عليها لاي ايفنت هيبقى اوفر 9 على طول، لان ده النمبر اوف اليمنتس لكل السامبل سبيس. طيب تعال نشوف بقى هو طالب ايه. اول حاجه هات لي الايفنت ذات ذا يونتس digit is odd. اليونت يكون odd. اه فين اليونت الاود اللي عندي؟ الارقام الاود اللي هي 1 و3 و5 و7 و9 و11 and so on. سواء بيتكلم على اليونت بس ما فيش 11. يبقى مين من دول اتكرر في اليونت؟ ادي هنا ده وده 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 وده. كام واحد دول؟ انا بعدهم 6، يبقى 6. تعال نشوف السؤال اللي بعده. البروبابيليتي بتاعت البي كده كده هقول اوفر 9. ها البي الايفنت التنس ايفن، التنس ايفن. فين التنس الايفن؟ مين من دول ايفن في التنس؟ مفيش غير الفور. اه يبقى روح كاتب 1 غلط. ليه يا مستر؟ لان الفور دي موجوده مع الثري وموجوده مع الفور وموجوده مع الفايف. يعني 43 و44 و45 الثلاثه دول التنس بتاعتهم ايفن. ولو عايز تبص على الارقام دي ماشي، بس من التري تبقى الموضوع اسهل. ما تنساش ان ده بيتحسب بثلاثه، لكن كل واحد من دول بواحد بس. يبقى دلوقتي انا عارف ان الاجابه هنا مش هتبقى 1، هتبقى 3. البروبابيليتي بتاعت الدي اوفر 9. مين هو الدي؟ ذا او سي الاول. ال C ال two digits are odd. الاثنين لازم يكونوا odd. مين بقى؟ ده odd، ده odd، ده odd، ده odd، ده odd، ده odd. بس ده هينفع مع ده؟ اه ينفع. وده ينفع مع ده؟ اه ينفع. ده هينفع مع ده ال two digits odd؟ لا. طب ده مع ده؟ لا. ده مع ده؟ اه. ده مع ده؟ اه. يبقى كده انا اخترت مين؟ اخترت الاربعه دول بس. دول. اللي هم مين؟ 33 35، الاثنين اون. 53 55. يبقى الاجابه دلوقتي بقت 4 over 9. نشوف ال دي ذا ايفنت ذا ذا سام اوف ذا تو ديجيتس ايكوال 8. مجموع التو ديجيتس 8. تعال نجمع بقى دول ب 6، دول ب 7،
دول بـ8 يبقى ده ينفع. ده أول واحد نفع معي عشان مجموعهم 8. دول بـ7 دول بـ8 تنفع. دول 9 لا. دول 8 تنفع. دول 9 دول 10 يبقى 3 اختيارات نفعوا معي. الموضوع بسيط جدا، محتاجك بس ان انت تبدأ تقرأ الجملة وتترجم كويس. The event that the product of the two digits equal 20. البرودكت بتاع الرقمين يديني 20. تعال نكتب البروبابيليتي بتاعت الاي ايكوال اوفر 9 برضو. يلا اضرب الرقمين في بعض. برودكت 3 by 3 9 3 by 4 12 3 by 5 15 3 by 4 12 4 by 4 16 4 by 5 20. يبقى ده اول اختيار هينفع، ده اول واحد معي. كمل يلا. 3 by 5 15 4 by 5 20. ده تاني واحد. 5 by 5 25. يبقى انت عندك اختيارين من كل الليلة دي ماشي معاك. طبعا بعد ما بتخلص بقى خلاص انت فهمت اللعبة بتاعت السمبليفاي، هتكتب على الآلة وتشوف هل في سمبليفاي ولا لأ. هنا مثلا هتطلع 2 over 3، هنا هتطلع 1 over 3، هنا هتفضل زي ما هي، هنا 1 over 3، وهنا هتفضل 2 over 9. يبقى ده كده الشكل العام للمسائل. طيب امال ايه بقى الجزء ده؟ الجزء ده جزء حفظ، لازم يعني تحفظه سيف، عشان من الحاجات اللي بتكرر كتير جدا. في فرق ما بين الجمله اللي فوق دي وفي حاجه تانية هقول لك عليها. The impossible event. مين الامبوسيبل ايفنت؟ دي حاجه مستحيله تظهر. الامبوسيبل ايفنت هو فاي فاي، مفيش حاجه. طب السيرتن ايفنت هو اس السامبل سبيس نفسه، لكن the probability of the impossible event zero. أي probability في الدنيا لازم ترد عليها على طول برقم. أي probability في الدنيا لازم ترد عليها على طول برقم، عشان لما أجيلك في الامتحان أقول لك the impossible event is not phi. The certain event is not s. لكن the probability of the impossible event zero. The probability of the certain event one. البروبابيليتي بقى بصفة عامة تطلع ما بين كام وكام؟ بيقول لي هنا البروبابيليتي اوف اني ايفنت از نوت ليس ذان 0، ما ينفعش يبقى نيجاتيف، اند نوت مور ذان 1، ما ينفعش اكتر من 1. فزي ما انت شايف كده هو كاتبها لي في انيكواليتي. ذا بروبابيليتي اوف ان ايفنت اوكورنس جريتر ذان اور ايكوال 0 سمولر ذان اور ايكوال 1. يبقى دلوقتي هي ما بين ال 0 وال 1، عشان في سؤال بيجي في الامتحان دايما يقول لي كده تشوز ذا كوريكت انسر، ويتش اوف ذا فولوينج كان بي A probability of an event 0.2 ولا 2.1 ولا 1.4 ولا negative 0.8. فكر كده مين من دول ينفع probability، مين من دول حقق الشرط انه ما بين الزيرو والون ده. دي اكبر من الون، دي اكبر من الون، دي negative اساس. تمام. طيب نشوف اخر جزء عشان بخلصنا كده الquestions كلها اللي احنا محتاجين نتكلم عليها. بيقول لي a bag has an amount of marbles of same size and touch. If two marbles are red, three blue, five white, and a marble is drawn randomly. هنسحب كورة عشوائيا. Calculate. أول حاجة the probability of that the drawn marble is red. الماربل red. طيب الأول هو ال total number. في عندي كم marble؟ 2 و 3 و 5. يبقوا 10. يبقى كده كده كل الدينومينيتور 10. انت هتسحب ايه؟ كوره من الريد. اه كوره من الريد يبقى 2. ايه يا مستر ده انت قلت كوره من الريد المفروض تبقى 1، مش انا هسحب كوره؟ ايوه انا بسالك انت عندك كام كوره ريد اساسا؟ 2. من كام واحده؟ من 10. يبقى ده البروبابيليتي. فلما يجي يقول لك هنا ذا درون ماربل از ريد، مش مقصود بيها تاخد واحده من دول، لا هو قصده هو في كام كوره ريد اساسا؟ 2. طبعا دي الاجابه السمبلست فورم كتب على الآلة 1 over 5. Question 2 بيقول لي هات لي probability of the drawn marble is blue. شوف كده في كام كورة بلو عندك؟ أنا عندي البلو 3. خلصت. The probability the drawn marble is white. إيه يا مستر وايت دي؟ هو أنا عندي وايت؟ آه عندي وايت. الوايت كام؟ الوايت كانوا 5. يبقى هتطلع هاف. طب نمبر 4 the probability is not blue. مش blue. بص بقى انت عندك طريقتين للحل. لو الكرة كده كده هما 10، لو الكرة اللي انت هتاخدها مش blue فده معناه ان المفروض يعني
يبقوا مش بلو، يبقى هتاخد السفن. سفن دي طريقة. الطريقة التانية ان انا هفكر هو مين اللي مش بلو، مين اللي انت عندك اصلا 10 ماربلز، ال 10 ماربلز دول في 3 منهم بلو، مين اللي مش بلو؟ انا مش هبص هنا، ماليش دعوه بقى ان دول 2 ودول 5 او غيره، انا بس ببص ان انا عندي 10 كور منهم 3 بلو، يبقى اللي مش بلو هم السبعه الباقيين 7 اوفر 10. طيب بص السؤال اللي بعده. A class has some students who wear glasses and other students who don't wear glasses. If a student is chosen randomly from this class and the probability that this student wear glasses is 0.1. Find the probability that this student does not wear glasses. خلينا نتفق على حاجة مهمة قوي. البروبابيليتي بيتكلم على حاجة بتحصل. الحاجة اللي بتحصل دي ليها رقم. طيب ايه عكس اللي هيحصل؟ حاجة ما تحصلش. وده ليه رقم. قال لك مجموع الرقمين دول لازم يبقى ايكوال في كل الحالات 1. ازاي يعني؟ يعني انا لما اقول لك دلوقتي ان البروبابيليتي بتاع choosing a student who wear glasses 0.1، يعني ايه 0.1؟ يعني 1 over 10. يعني ايه يا عم 1 over 10؟ يعني واحد من كل 10 ماله لابس النظارة. طب انت فهمت ايه؟ ان عدد الناس اللي مش لابسين نظارة هم التسعة الباقيين من العشر، فلما تيجي تجمع الاثنين دول هيديني 10 over 10 اللي هي بتمثل ايه بالنسبة لي؟ 1 whole. لما اقول لك دلوقتي ان احتمال سقوط الامطار مثلا 4 over 10، يبقى ده معناه ان احتمال عدم سقوط الامطار الدنيا مش هتمطر كام؟ 6 over 10. طب جمعهم هما الاثنين مع بعض equal 10 over 10. لما اقول لك احتمال ان انا ارمي كوين، ارمي كوين ويطلع هيد هاف، طب ما يطلعش هيد الهاف الباقي، يبقى مجموعهم ب 1. لما اقول لك ان انا اخترت طالب البروبابيليتي انه يطلع بوي تمام من المدرسه كان مثلا 11 اوفر 100، طب ما يطلعش بوي اللي هو الجيرل اللي عكسه على طول هيطلعوا 89 اوفر 100، لما اجمعهم هيديني 100 اوفر 100. انت فهمت كده اللعبه؟ ان مجموع اي حاجه هتحصل واللي ما يحصلش الاثنين عكس بعض لازم يديني 1 دايما. فانا دلوقتي بقى عندي طريقه احل بيها المسائل، ان انا ممكن اعمل ماينس من ال1. ازاي؟ لو انت اديت لي بروبابيليتي اي حاجه وعايز عكسها هشيلها من ال1 هول، لان انا عارف ان مجموعهم ب1. يبقى اول كويستشن وبيقول لي فايند ذا بروبابيليتي اوف جيتينج ا ستودنت داز نوت وير جلاسز. يبقى دلوقتي هجيب له البروبابيليتي ايكوال 1 هول ماينس ال0.1، هتطلع 0.9. يبقى 9 من كل 10 مش لابسين نظارة. طيب الكويستشن 2 بيتكلم على معلومة بقى مهمة جدا اسمها الاكسبكتد نمبر، ودي اخر حاجة عندنا في المنهج، يعني نقدر نتكلم عليه. السؤالين الباقيين بيتكلموا على نفس الفكرة. كلمة expected number يعني انت متوقع عدد قد ايه. التوقع ده ما بيجيش كده وخلاص، يعني مش بألف، انا بستخدم البروبابيليتي اللي عندي. ازاي؟ لو انا فهمتها هلاقي انا فاهم يعني ان دلوقتي الطلاب اتقسمت نصين، كل 10 طلاب منهم واحد لابس نظارة وتسعة مش لابسين نظارة. طيب كل 10 فيهم بيحصل القصة دي. بيقول لي هنا if the number of students in these classes 30 find the expected number of students who wear glasses. لو انا عندي 30 طالب في الفصل، ده معناه ان انت متوقع يعني يبقى كام واحد لابس نظاره. بص كده اهو 30 طالب اهم، فيهم كام واحد مش لابس نظاره؟ 999 بقوا 27. بس يا مستر الطريقه دي لو ارقام كبيره يعني هتبقى صعبه بالنسبه لي، عشان كده هنطلع قانون بيقول لك ان الاكسبكتد نمبر ايكوال البروبابيليتي بتاعت الحاجه اللي انت بتسالني عليها تايمز التوتال نمبر، عدد الطلاب كلهم او عدد اي حاجه بقى كلها. ازاي؟ انت البروبابيليتي بتاعتك كام؟ 0.9. البروبابيليتي بتاعتي 0.9. لما تيجي تكمل دلوقتي هتعملها تايمز الايه؟ التوتال، عدد الطلاب كلهم 30. يبقى 0.9 باي 30
اهي 0.9/30 equal 27 مرة واحدة. يبقى دي الطريقة اللي أنا بحسب بيها دايما الايه البروبابيليتي بتاعت أي حاجة موجودة عندي، أو الإكسبكتد نمبر آسف بتاع أي حاجة موجودة عندي. تعالوا نشوف السؤال أهو. السؤال هنا بيقول لي، أو دي القاعدة بقى اللي إحنا كنا بنقولها، the sum of probabilities of all outcomes of a random experiment equal 1. So the probability of occurrence of an event A is A يعني، then the probability that it doesn't occur عدم حدوثها 1 minus A. نشوف آخر question عندي. A spinner game was divided into some equal sectors. Two of them are green, four are blue, and the rest are red. طب هو كام واحدة بقي؟ مش عارف. يبقى اللي أنا فاهمه إن في spinner متقسمة equal boards، في two sectors قطاعين منهم لونهم green، green، وفي four blue، blue، والباقي red. ما أنا مش عارف الباقي قد إيه أساس. If the probability that the pointer stops pointing at green sector is 1/6, then find the number of red sectors. لو كان احتمال إن هي تقع على الجرين 1/6. طيب إحنا ممكن نحلها أصلا بدماغنا. بمعنى إيه؟ إن مرة من كل ستة بيطلع لي جرين. طب هما كام جرين أساسا؟ 2. يبقى أنت عندك كام سيكتور؟ 12. واحدة من كل ستة لونها جرين، ودي جرين كمان، يبقى في ستة زيها. يبقى ده معناه إن عدد السيكتورز 12. أنت هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6. يبقى في ستة كمان هما اللي لونهم إيه؟ دي طريقة، دي منتلي كده عقليا. طيب الطريقة التانية هعمل إيه؟ الطريقة التانية إن أنا عارف إن 1/ أنا عارف دلوقتي إن الـ expected number العدد المتوقع كان كام للجرين؟ كان 2. ماشي؟ يبقى الـ expected number equal الـ probability by الـ total. أنت عندك كل حاجة ما عدا الـ total. الـ total ده مثلا تعالى نفرضه x by الـ probability بتاعت الجرين قد إيه؟ 1/6 equal الـ expected number العدد المتوقع قد إيه؟ والله أنا عارف إن هما 2، يبقى هكتب 2. لو أنت عايز تحل هنا المسألة دي equation عادية، هنعمل divide 1/6. لو عملت divide 1/6 فهتكتب 2/1/6. 2/1/6 equal 12. يبقى ده معناه إن الـ x equal 12. وإيه المقصود بالـ x؟ المقصود بالـ x هنا هي الـ total number of sectors اللي موجودين. أنا بيقول لي find the number of red sectors. هقول له دلوقتي إن الـ red sectors equal 12 minus الـ 6 اللي هم عدد الجرين والبلو مع بعض، فالإجابة equal 6 sectors.